فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدم الذي يبقى في اللحم بعد الذبح هل هو نجس؟ لا، هذا ما يضر، هذا يتسامح فيه. الدم الذي يبقى في اللحم يوكل معه ولا بأس بذلك، مما يعفى عنه. إنما الذي يحرم الدم المسفوح، المسفوح الذي يخرج من الأوداج عند الذبح، هذا هو النجس. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.